أمام أبواب المستشفيات ومداخلها يلفت الانتباه مظهر أصبح معتادا عند جل المرضى وزوار المستشفى، حراس يمنعونهم من الدخول حتى يدفعوا ورقة مالية تبدأ من 20 درهم، حراس يقومون بكل شيء بدءا من السهر على حماية المرافق واستقبال المرضى وإرشادهم، رغم أنهم غير مؤهلين باعتبار أن مكتب الاستقبالات هو المخول له ذلك. أوضاع مزرية تعيشها مستعجلات مستشفيات البيضاء، مداخلها لا تخلو من الملاسنات وشجارات بين الحراس والمرضى ومرافقيهم. 20 درهما لا بد من تأديتها للدخول إلى المستشفى حتى أصبحت عرفا لا يمكن التخلي عنه. ما يحدث لهؤلاء المرضى في الواقع يجعلونهم أشد مرضا، فكيف لمريض أن يستقبل بمثل هذه التجاوزات؟ هي معاناة يقتسمها المرضى بشكل يومي ومستمر، فكل زيارة للمستشفى باتت لهم بمثابة الجحيم من هول ما يرونه. مناظر تقشعر لها الأبدان لأناس بسطاء مستلقين أمام أبواب المستعجلات ومرضى على كراسي متنقلة لا يستطيعون الدخول. كاميرا لوسات تي في ترصد جانبا عن بعض الخروقات. وين؟ ندوركم وطاقة. مشاهد مستفزة لم تعد تحرك مشاعر أي أحد. هكذا يجب أن يستقبل المرضى؟ تساؤلات عدة تطرح نفسها حول هذه الظاهرة التي أصبحت متغلغلة داخل المجتمع المغربي. هل يمكن أن نرى المستشفيات تستوفي الحد الأدنى من شروط الإنسانية؟ ومن المسؤول عن هذه الآفة التي نخرت مجتمعنا لدرجة أصبحت عرفا لا يمكن المساس به؟